حرفيا كنت بتدير على روبلوكس، انا كنت بتدير على روبلوكس، انا كنت معاك 99. مش هذا اللي احنا هنجي عليه، احنا هنروح نلعب سميتر مهوكرة ونروح نفتح 500 بيضة. قبل ما نروح شوف اذا في جفتات اصلا جبنا. لا ما جبنا. كلانس في 3 ساعات ورد دخول كلانس على الليبو، بعده اهدي على هالاسام. انه اصلا ما حد بيبعت هذا، يمكن اذا بعت واحد شخص هدي بس مضمون يدخل كلانس. اذا واحد بعت هدي وفي سحب على الهيود حيكون عم نوصل 1100 مشترك، واحد من هدول الثلاثة اللي لعب الكمبيوتر نكون سحب على هيود مجاني بس. في اكيد واحد رابح حيكون عربح الهيود لعب الكمبيوتر. بس هلا عم نوصل 1100. وهنعمل جيف واي كل اسبوع على روبوكس مجاني. اللي ما تعرف الفيديو روح شوف الفيديو على روبوكس وتعرف شو الشروط اللي هتقدروا تربحوا منها. كل اسبوع يكون في عندنا رابح، والدعم المشاهدات على الفيديوهات الاخيرة قليل بس الاشتراكات كثير. في انا شفت 4 مشتركين جداد على عكس المشاهدات. المشاهدات ميتة على الفيديوهات الاخيرة، ذاك 30 وذاك 25 مشاهدة. صلون وقت طويل، صلون يوم كامل. ان شاء الله نجيب المقطع دعم. في يوز مثلا كنت انسى اشوفه شايني، وينو في واحد قدر يحصل يوز شايني دومينس، وين دومينس؟ أبدأ أول حرف اسمه حرف الإي. اللي بيضل الهيجات اللي هو الدومينس اللي بيضل الهيجات الجديدة. ايش اسم الهيوز ذاك ومن دومينس؟ واحد اكدس وانا عارف من اللي حصله. ايه في يوتيوبر انا شفته هو اللي قدر يحصله، هو الوحيد اللي قدر يحصله. اذا يفتح 100 بيضة من بيضة الجداد، اول مرة طلع له اياه وطلع له 2 منه. اول واحد طلع له اياه وطلع له شايني، والثاني طلع له عادي ولا دغري العادي ذاك. انه عادي يفتح بيض طلع شايني، هو الوحيد اللي عنده اللي لا كنت تكون عنده الريشوز لحد لا، لانه ما في غير من واحد اكزست. بس صعب اصلا، بس بصفات 50 اخذ الكوسة المعدة هاي. هيرد قبل ثاني ولا شوي كانوا 213 وين نزل 106؟ غريب عجيب ما فهمت شي. بس قبل لحظة بسيطة كان 220، لا 113 بعد 213 صار 116. وهذا نزل سعره كمان، كان ب 14.8 صار 14.7. هل مثل كتير سعره؟ يعني من غير سيرفر ما عملت شيء. خلاص عامل مثل ما هم.
هذا السعر شوي كان 74 على ارتفاع. خلينا نروح على الماب بسرعة أحسن، أنا أصلا ما أبيعهم أبدا بالمرة دول. كان قبل شوي راتبي 490 صار 488. يطلع اللي ناقل على الماب أنا خذتها وحطيت فيها بعض الأشياء جوا عندي. هاد دخل مع واحد قلت له، انا اعطيته الجيفت انه في جيفت اسمه جيفت تايتانيك، قلت له يفتح لي اياه ولا ارجعه اللي يطلع جواته. وبعد ما فتحه طلع جيفت، طلع بالجيفت طلع تايتانيك رينبو. سو طبعا رجع لي اياه. خلينا نشتري 40 واحدة من هدول. بس في أمر كتير مستفز وكريه بين الماب، لأنه ها ما فيك ما فيك ضروري تقعد تكبس عليهم واحد واحد هيك. عندي كمية جيدات حلوين جولدن، بس خلينا احطهم بالبنك. قال لي كنت اسهل يوش باللعب بالماب هذا، والجولدن نسبة تكون صعبة شوي بس لانه جولدن مش عادي. الى الان فتحت منه بالبدل جولدن. بس الجولد نادرة، هي الجولد نادرة الجولدن لاني ما عندي غير كم واحد لازم يقفل شوية وقت طويل، حتى ما في غير منه 100,000 واطلع لي واحد جولدن لا يطلعوا لي عاديين. الأخرى هذيك اللاما النص بيضة هاي ما يجي بس هذا الكورج دي كان سبتها مستحيل تطلع لك لأنها نادرة كتير. خلينا نحط هدول كلهم بالبنك. خليني اقول لك بس دايت دول وعندي كم واحد حلوين رينبو شايني وشايني جولدن طلع لي. خلينا نستخدم هاد نركفه ونفتح عليه. اول ثمانية يمكن طلعنا في شيء يمكن لا، بس مع انه نسبة اليوشون بعد البيضة تقول عليها شبه مستحيل لانه نسبة صفات العشرة اكيد ولا شيء اكيد، يعني نسبته صعبة ومستحيلة. ما لازم نفتح اكتر من هيك. اكيد ما يطلعنا فيهم حتى هيوج واحد لانه اصلا ما في غير هيوج واحد ونسبة صعبة.
نقول انه هو في اي بي، انا ما يهمني اصلا، كل اشخاص بيكونوا بعد الماب في اي بي. هل نطلع اي بيضة نتعملها 500 بيضة؟ يعني نفتح 100 من هاي، ومية 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 من كل نوع 100. طيب خليه بس الفن خلاص، امتح من كل نوع 100، ما افتح على 50 بي انه هون في حلقة ذكية 50 مليون في اكسري. انت بخمسة بي 100 بيضة، بخمسة بي خلينا نشتريهم برجع لكم. هذول كمية البيض اشتري، صارت اللعبة صار فيها لاج كتير لأنه كمية البيض مش انتهي كتيرة. نعمل شغلة نخصص لاج شوي، هذول بالماكينة وما اتوقع يساوي 100 نقطة اصلا. حتى لو جبنا الجولدن والرينبو لان كله فتحناهم 140 بيضة احنا. ولا بساوي اشي، ولا راح نصلح لو نفتح اشي حتى الدادو. يعني طلعت نفتح هيك وفي كمية لاج كبيرة اطلع لنا احلفان نخفف واسع. انا خليه لانه ما بيجي لازم ازي هاي العلبة معك. خففنا شوي وسع بس اللاجس كبير غريب يعني العادي بفتح. يلا خلينا نشوف شوف ليش شايف يا حطيها عنها بيض فلان تايم او 8 ما في شي تاني 8. اشوف اكتر بيضة طلعنا من الهيودات ولا يطلع في بيضة من انتايتك. انا راح نسخص بالبيضة هذا لو انا هيج واحد حتى من قبل خلصنا نص كمية المي. عرفت اليوم في ايفنت 100 ضعف الحظ حتى هيج واحد مليانة مش لهالدرجة. خلقوا بدأ الساعة 8 تحت 3 بالخطأ. ماشي على نظر مانكي المونكي ريمبو نسارة ما يقارب 5 نقاط بالماشين جولدن. انا ما شفت حاجة جبت جولدن من هذا لانه بتلك سوزو ما تطلع جولدن بلعبة 99 لانه اذا عملنا متسيل شو بدأ ولا هيوج جولدن من الهيوجات كانوا بالبيض اللي بنفتح هيك
رجال جولدن موجود في بيرلي، كان فتح عالي هيك وفتح ثمانية قدامك. راح حطوا البيض كله اللي في بيت السنيتر، ما في ولا هيوج ريمبو، قصدي مش ريمبو قصدي جولدن. خلصت 100 بيض جديدة وما طلعنا فين شيء. خليني انفصل بس يطلع هيوز برجع لكم. لو ما فاصل اول هيوز لنا، لا اول مرة جدنا هيوز، يعني مرة جدنا هيوز يعني. بلكي جاي نسكت عن تقوى بسرعة، لا بين عليها هيوز. اخيرا اخيرا فكر حوض الصيف، فتحت 200 بيض وما طلع اشي فيهم اكثر حتى. تعرف تايم كله ما طلعنا فيهم شيء، طلع ام جي ولا حتى في شيء. بيض واحد لنا فيه ولاد بيض الدراجون. الحظ نحس بمعنى الكلمة. شوف الحظ سيء قديش. بلعب ميت الحظ، ميت الحظ بهالماب ميت. كثير ما كثير ما لعبته وفيها كان حظ ماشي حاله. هاي مصعبين نسب اكثر من نسب الحقيقي حتى البتات. اخيرا ونفسه حتى كمان ما بيجي الاخر. شكلي اخر 100 بيضة نفتحها لانه الماب مش حلوة بالمرة. اصلا لعبت خلف الكواليس وما عجبني اصلا، بس ما كان في غيره ان نفتح فيه بيض، بس توقعت الحظ اسوء من هيك. ما شفنا شايفين واخيرا يا رب تعيسنك، يا رب تعيسنك هيوج هابي ميلون. الحد اللي فتحنا هاي البيض ولول، فتحنا البيض هاي طلعنا الدراجون. لا بس خلاص ما عاد بدي
ويأخذ خليهم وما أخذ 100 بيضة عنا. يوم بعد ما طلعنا إشي البيضة طلعنا فيه بس هيدات عنا دراغون 3 بس والفواكه 1 بس والبقايا البيض 300 بيضة وما يدعنا فين شي لا الجي لا الفلات دايم لا الإيموجي ولا فين شي. أنا طلعوا لي كان من أول مشان لا من قبل حتى لا مش على الأبد كان عاد لسه أحسن مبارح. خلينا نفتح هاي نفتح هاي اي قلت ضمنها هيوج وضمنها تايتنك طلعنا تايتنك هذا اللي مش كتير شكله حلو. انا عندي واحد طلع لي كنت معهم كنت انه مقطع الامان لك شو عن القناة وهذا الماب ما انصح حالي يدخلو اللي بدو يدخلو يدخلو اسمه بيتسميتر اف اسم الماب اكتبوا لك اختصار من اسمه ويطلع لكم هيك اسم الماب اختصار من اسمه يطلع لكم ماب مش حلو بالمرة ومع السلامة.